بسم الله. دلوقتي هشوف ازاي نعمل وايل او نعمل لوب، ان انا اقول له ايه، افضل اتبع الحاجه ديت طول ما الشرط ده متحقق، ولو الشرط ما اتحققش ابدا نفس حاجه تانية. طيب خلينا نعرف متغير ونشوف الموضوع ده هيبان ازاي. يبان بمثال، اقول له اي بتساوي زيرو، تمام. طيب اقول له انا عايز اعمل وايل، افضل اطبق اللي انا اقول لك عليه طول ما الاي ديت أصغر من 10. طيب هيطبق ايه بقى؟ هيقول لي برنت، اطبع لي الاي، واطبع معاها جملة بتساوي اي أصغر من 10، او شيل كلمة الاي، يعتمد ان هو هيكتب لي كلمة الاي. طيب ممتاز. بعد كده هعمل ايه؟ هقول له زود لي بقى الاي بتساوي اي زائد 1. طيب بعد كده هقول له else، لو خلاص خرجنا من الشرط دوت، اطبع لي برنت وبين قوسين اي، واقول له لا تساوي او ليست اصغر من ال10. طيب خلينا نشغل كده. هنا اول مره الاي بتساوي زيرو، فراح طبيعي ايه ان الزيرو اصغر من 10، وبعد كده راح مزود عليها واحد، بقت ايه، بقت واحد، هيقول لك ان الواحد اصغر من 10 وهكذا. في اخر مره بقى هيلاقي ان الرقم 10 مش اصغر من ال10، فمش فهيطبع لي بقى كلمه ان الاي ليست اصغر من 10.